يقول: ما حكم من يقول لا تردوا على المخالفين لأهل السنة حتى لا تكون هناك فرقة في الدين؟ لابد من الرد، لكن الرد يكون من أهل العلم، يكون الرد من أهل العلم والبصيرة، ولا لابد من الرد على المخالفين لأجل بيان ما هم عليه من المخالفة لئلا يقلدهم غيرهم، ولعلهم أن يتوبوا من مخالفتهم. لكن ما يتولى هذا إلا أهل العلم.